لما اقول لك لما حد يتعامل معاك باسلوب بارد وشخص مش عايز يسكت وهو بيتكلم معاك، دايما يقول لك كلام يهينك، دايما يستهزأ بيك وعاوز توقف الشخص ده عند حده. شخص قوي جدا، سلطه قوي في العمل بتاعك، كشخص مسيطر عليك، وانت مش عاوز ان الشخص ده يفرض سيطرته عليك، تعمل ايه؟ تنظر ليه نظرة القوة. جربها وطبقها، وانا هقول لك النهاردة تطبقها ازاي، بس اسمع مني الكلام ده كويس قوي علشان الكلام ده هيفيدك. لو الشخص بينظر ليك نظرة مباشرة فيها سيطرة، او بيسلم عليك سلام مسيطر، او بيتكلم كلام فيه سيطرة، او بيهينك، او كل هذا الكلام، انظر ليه بين الحاجبين في هذه النقطة. بين الحاجبين دي نقطة التركيز بتاعته، فبالتالي عقله مش هيستوعب ان انت الشخص الضعيف اللي كان بيتواصل معاه منذ قليل، ان انت الشخص اللي كان بيهان ساكت على الإهانة، ان انت الشخص اللي كان في الماضي ما بيقدرش يرد ولا يقدر يتكلم ولا عنده ثقة بالنفس. لكن من النهاردة مدام نظرت ليه في هذه المنطقة نظرة مباشرة بدون اي مشاعر وبدون اي احاسيس منك، وبدون حتى ان تلفظ بكلمة واحدة، فقط خليه يتكلم وانظر ليه زي النظرة اللي انا باصصها ليك. الكاميرا اهي، تمام، دي عدسة الكاميرا، انا باصص فوق عدسة الكاميرا تقريبا بواحد سنتي، فالنظرة ديت، وكمان لو نزلت دقنك الى الاسفل معناها انك بدأت تهدده بنظرة مباشرة، بدأت تهدده. تنظر إلى أعلى عينيه قليلا بين الحاجبين سنتي واحد، في هذه النقطة أنت هنا بتسيطر عليه، هو لا واعيا مش هيعرف إيه اللي بيحصل، لكن هيعرف إن أنت عندك ثقة بالنفس، إن أنت عندك كاريزما عالية جدا وتستطيع التواصل معاه، إنك مش خايف منه، إنك مش أقل منه. في هذه الحالة معناها إنك بتستعيد ثقتك بنفسك لما تلاقي رد فعل الشخص اللي قدامك تجاه هذه النظرة، وهو مش عارف يحلل النظرة دي فيها عدائية، ولا النظرة دي فيها قوة، ولا النظرة دي فيها ثقة، هو مش هيعرف يحدد. أنت بس اللي عارف كويس أوي أنت بتعمل إيه، بتعمل إيه في نفسيته. خليك قوي جدا وانظر هذه النظرة وجربها، مش هتخسر حاجة. انزل جرب النهاردة مع اصدقائك القريبين منك، بس ما تهددش، ما تنزلش بدقنك الى الاسفل، خليك بشكل طبيعي جدا. لكن اللي بيهددك او اللي بيهينك او اللي بيحاول يكسرك، نزل دقنك الى الاسفل وانظر بين الحاجبين عند هذا الشخص، هتلاقي تغيير رهيب جدا في ثقتك بنفسك وتعامل هذا الشخص معاك، وهيعمل لك الف حساب بعد كده هو بيتعامل معاك وانت بتنظر ليه هذه النظرة.